طيب السيل سايكل وعلاقتها باللوكيميا احنا عندنا في جينات الجينات دي مهمه جدا بتاثر على السيل سايكل عندنا مجموعه جينات الاولانيه اللي انا عايز اتكلم عليها اسمها اونكوجين طب ايه علاقه الاونكوجين بالسيل سايكل علاقه الاونكوجين بالسيل سايكل انها بتديني جروس سيجنلز يبقى الاونكوجينز دي هي عباره عن جينز مسؤوله عن تديني جروس سيجنلز يبقى انا عارف ان لو الانكوجين دي زادت الاكتيفيتي بتاعتها النشاط بتاعها زاد اتوقع ان السيجنالز جروس سيجنالز هتزيد اتوقع ان جروس هيزيد هيبقى في حاجه اسمها ايه ليميت لس ريبليكيتيف بوتنشال يعني معناها ان النمو غير محدود اللي هو السرطان اللوكيميا مش بس كده ده في مجموعه اخرى من الجينات اسمها تيومر سبريسور جينز دورها الطبيعي انها انتي جروس بترسل انتي جروس سيجنالز طيب لو حصل ميوتيشن طفره في الجينات ديت بحيث ان الجينات ديت قلل الايه الفانكشن بتاعتها عكس الانكجنز هيبقى في انسنسيتيفيتي انسنسيتيفيتي للانتي جروس سيجنال نتيجه لكده هيبقى برضو عندنا يعني برضو هيحصل اللوكيميا طيب اذا حصل الحاجتين دول ان الأونكوجنز الطفره زودتها زودت الاكتيفيتي بتاعتها والطفره الميوتيشن برضو قللت التيومر سبريسور اتوقع حدوث اللوكيميا واتوقع كمان أسوأ من حدوث اللوكيميا موضوع الانفيجن موضوع الايه انتشار بنقول عليها انفيجن اند انتشار الورم